أن منتخبنا المصري لكرة السلة بيشارك في المونديال اللي بيقام حاليا زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين في دولة من أهم الدول هي الفلبين. النهاردة عندنا مواجهة مصرية وهنقول عليها مواجهة أخيرة في مرحلة المجموعات أمام منتخب المكسيك. للأسف الشديد خسرنا أول مباراة أمام منتخب ليتوانيا بنتيجة 93 مقابل 63 بعد أداء هقول عليه أقل من المتوسط. خسرنا تاني مباراة أمام منتخب مونتاجرو بنتيجة 74 مقابل 89، ده هقول عليه كان برضو بعد أداء يعني أقل من المتوسط. الحقيقة أنه ده التقييم اللي الكل قاله واللي كنا متوقعين ان منتخبنا المصري لكرة السلة يكون احسن من كده، يكون افضل من كده، والحقيقة مفيش تفسير للحالة الغير جيدة اللي ظهر عليها لاعبة المنتخب للمرة التانية على التوالي او في تاني مباراة. قلنا وعيدنا وهقول وعيد معاكم تاني وتالت، فرصة او فرص ان احنا نعوض في المباراة التانية بعد الخسارة الاولى كان ممكن، لكن ظهرنا بشكل ضعيف جدا. كده منتخب مصر لعب مباراتين رصيده من النقاط صفر. عنده النهاردة المواجهة الأخيرة اللي بقول لكم عليها هتكون مصرية أمام المكسيك، وبناء على نتيجتها هيتحدد هل هيكون لينا مكان في الدور ثمن النهائي ولا هندخل منافسات تحديد المراكز طبعا اللي هي من 17 لل 32. وأتمنى أن احنا نكون في الموعد إن شاء الله ونسجل يعني ويكون في صحوة النهاردة في النسخة الحالية في كاس العالم لكرة السلة.